أقدمت قوة عسكرية من غير سبب واضح على هدم محلات بمنطقة بسماية شرقي العاصمة بغداد، فيما شكى أصحاب المحلات قطع أرزاقهم بهذه الطريقة. فالأرض التي بنيت عليها المحلات رسمية ومملوكة بسندات أصولية وفقا لما قاله أصحاب المحل، إلا أن هيئة الاستثمار اكتفت بإطلاق تبريرات غير مقنعة بالنسبة لهم. هذه لقطات توضح قيام عملية بغداد بتهديم المحلات التجارية ليلا. محس الرمي يا معود. محمد وعلي محمد حميد. نشوف فيه السيارة جبال. والله هاي الحكومة الباطلة السرية. وعلى ناس خلينا. جبال. لا خل واحد يشوفهم هو. والله استوقع بشوية ما واحد عندهم والنسوان خذوهن. ما دبيت العتة من ما نسعى.